نبيل نرجع معك انت طبعا كمدرب وفني، رايك في هذا الموضوع الاصابات وضروره التنسيق بين مختلف الاطراف، يعني الاطار الفني والاطار الطبي؟ نحب نوضح حاجه ساعه مهمه جدا، يمكن فهموني العباد غالطين في الحصه نتاع 15 يوم. معناها او كم مهم، معناها جون بو انا نبيل معلول ميتر اون دوت لي كومبيتونس نتاع ماهر بن غشيم ولا نبيل بن سيب، سي دي جون معناها دوت كومبيتونس. ماهر بروفيسور كبير برشا، نبيل بن سيب 11 سنة هو يخدم في الترجي الرياضي التونسي. الشيء اللي حديثه اون دوت هنا هو لو دوزاج نتاع لي زونترينمون نتاع ليسبيرونس. باش نبداو معناها الامور ناخذوها حاجه بحاجه. ساعة بالنسبة للبريباراتور فيزيك هذا مش كلامي أنا، كلام طبيب ليسبيرونس عمل انترفيو نترجم من بعد رازي لو تسمح. جو تخوف ان نورمال كو بن يحيى نو كوبير با افيك لو بريباراتور فيزيك اي جيمري كي نو فاس بار دو سيز ايدي اي كي فاس بارتيسيبي توت لي بارتي برونونت ليسبيرونس نو كونسيرن توس. هذه حاجة ترجم نبيل؟ لا ترجم انت. معناها ترجم انا انا ماذا بيا فما انا ما قصده انه فما حاجه لا فما حاجه كي تريز امبورتون كما على جوني 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 ريان كونتر لوم. معناها هذه ما تحطوش في بالك، معناها سا سي مي لو تكنيسيان. فما حاجات اللي واردين، فما حاجات قالهم مدرب الترجي الرياضي اللي هم موجودين يا اوكين كوبيراسيون مع البريباراتور الفيزيك. مش مقارنه، كوبيراسيون معناها فما حتى تنسيق، والبريباراتور الفيزيك من الريبونس نتاعو تفهموا وقت اللي يقول معناها جو في سكو لو كوتش مو دوموند دو فير، عاودها ثلاثة مرات. الور كو فما حاجة مهمة جدا في الفوتبول مودرن، البريباراسيون فيزيك سي اون سبيسياليتي. لا أنا نجم نقدها، لا مدرب التراجي نجم يقدها، لا حتى مدرب آخر. سي اون سبيسياليتي اختصاص، نجموا نقدوها أبروكسيماتيف 70-80%، أما البريباراسيون فيزيك توا واحد مع واحد يساوي اثنين، ما فيهاش كلام. وبريباراسيون فيزيك نتاع أفون سيزون ماهيش بريباراسيون فيزيك نتاع ان تورنوا دو كوب دافريك ولا دو كوب دو موند، ماهيش سا ديفير في شطر العام، سا ديفير في وسط العام، سا ديبون معناها الماتشوات عدد المباريات اللي باش تلعب. كل هذا معناها لازم ناخذوه بعين الاعتبار. فما حاجه اخرى مهم، انا معناها قاعد نعاود في الكلام اللي قالوا طبيب الفريق. قول لنا انت كلامك نبيل. انا كلامي انا معناها فما لي كاتر لي بليسور ماشي يجيو الملاعب، اما سور انتريني ولا سوز انتريني، معناها اما برشا تمرين ولا قله تمرين ولا موفيز هيجين دو في، معناها موش سيريو الملاعب اللي ثلاثه معناها موش منضبط ما ينجموش يكونوا. الكا هذا في الترجي الرياضي التونسي خاطر اصابات برشا، معناها مدرب الترجي يقول عندي ثلاثه بيت، فما ثمانيه اصابات في الترجي، حتى كونتراكتور اصابه راه حتى وقت تبدا اون بوتيت كونتراكتور اصابه. انا هما الاصابات التيفي مصاب، بني نجم نلقاوه يتدرب، خاطر باش نعطيك معناها مثال بالضبط، معناها نعيم بالربط اصيب في التمارين من غدوه جاي جري شويه، مش موجود في مباراه البارح ومش موجود في مباراه وقت البارح يلعبها الترجي الرياضي التونسي ضد حلق الوادي الكرم بالليكيب، او مش موجود في مباراه يلعبها الترجي الرياضي التونسي ضد ليكيب بي، معناها نجم تلقاهم غدوه يجريوا، اما بور تابي وبالون معناها مش موجودين في الواحد. هذه حاجه حتى حد ما يشكك، معناها طول موند دي بو طول موند دي جونتي، معناها تعديناها اللغه هذه شويه، الناس كل باهي نعرف كل واحد باهي في اختصاصه، اما فما دي سبيسياليتي وحتى حد ما نجم يشك. الترجي هي اللي عملت الترجي، مش رجال اللي عملت الترجي، الناس كل اللي تعداوا على الترجي هي اللي عملته واكبر منهم الكل، هذا حتى حد ما يشك فيه. فهمتني؟ اما فما حاجات، فما حجج موجودين، معناها التيفي ايريسيديف شو اسمه ايريسيديف، كمال الزعيم ايريسيديف، هذوما الايريسيديف تعاود اصابه تعاود اصابه شو اسمه ايريسيديف بن يحيى بارابور. علاش نقول انا ايريسيديف؟ خاطر فما حاجه مهمه جدا وسي با، فما حاجه اخرى نسيتها انا، عدد المباريات الترجي الرياضي التونسي قاعد يلعب في مباراه في الاسبوع، راه حاجه مهمه جدا، معناها مازلنا ما دخلناش تو باش ندخلوا في الريتم نتاع زوج مباريات في الاسبوع اللي هما مهمين جدا، مازلنا ما دخلناش فيهم، خاطر ما بين لو 16 اول مباراه لعبها الترجي الرياضي التونسي يوم 16 ضد الوداد، واخر مباراه معناها اذا كان استثنينا مباراه كوب دافريك الاخرانيه اللي فيها معناها فيها برشا اعذار، فيها برشا اصابات، فيها برشا معناها لاعبين معاقبين عندهم دي دافاتيسمون اللي ما شاركوش مع الترجي، يعني اللاعبين اللي ترو سوليسيتي في المهم ماهوش ترو سوليسيتي، ماهوش قاعدين يلعبوا في العديد من المباريات، لان نلعبوا مباراه فقط في الاسبوع، تو داخلين على مرحله صعيبه، والترجي باش يلعب ولا يلعب يولي يلعب مبارتين في الاسبوع.
معناها هذه مهم جدا. نرجع للبريباراسيون. علاش نرجع للبريباراسيون؟ الترجي الرياضي التونسي معناها من لو 16 في لو 17 فيفري ولا لو 19 فيفري بدات عمل بريباراسيون جديده، معناها اللي فات الكل لازم تفتحوا في اول عام تنحيه، خاطر اول مره في تاريخ الكره التونسيه عندنا شهرين ونص راحه. صحيح انا من اللاعبين ما خذوا شهرين ونص راحه، خذوا قسط تدريب من الراحه، ما سي في نوفيل بريباراسيون. وقت يجيو ان كاسكاد دو بليسور، انت بعد البريباراسيون هذيك سبعه ولا ثمانيه بليسور في شهرين من زمان، خاطر الشامبيونات لعب كان في شهرين برك، مي كملنا كل شيء ودخلنا المنتخب التونسي، وتو تعاود ترجع ياخذوا اللاعبين ثلاث اسابيع راحه ويعاودوا يعملوا بريباراسيون اخرى ولا ميم كاسكاد دو بليسور ترجع، سي لو دوزاج دي زونترينمون. ما نجمش نحط انا معناها الكومبيتونس نتاع البريباراتور فيزيك ولا الكومبيتونس نتاع الطبيب الفريق. باهي نمشي لسليم من بعد نجي سليم. واش تبني نقول لك هذه صواريخ ارض فهمتني؟ والله خلي نوفر عليك سليم، انا بربي خلي نوفر عليك. خلي يرد لك، خلي انا نقول لهم ربي يعينكم. سي ربي يعينكم يا اخي، واش هذا؟ هذه صواريخ ارض وهذا عنده الاخ ولا عنده كونتر. خلي يا رب هي وجهه نظر مختلفه، كل واحد وجهه نظره. لا باهي لكليرسيسمون باهي، راهو الجميع باش يقولوا الشعب. خليني نقول لك، فما البصر والبصيره، فما البصر والبصيره. البصر هو الانسان اللي مانيش باش نفسر انا تو، احنا كلمه البصر والبصيره. فما ناس اللي يتفرج بعينيها، ولكن فما ناس اللي تتفرج وتلاحظ وتقارن وتشوف. وقت اللي ماني انتو نوليوش ماني قاعدين نحكيو في حكايات ماني نتاع ماني فريمون ماني تخلق. وقت اللي تقول لي ماني انا نقول لك ثمانية، وهو يقول لي واني راجع، خاطر احنا لهنا متهمين بحاجتين، احنا في الاحد الرياضي، مش الاحد الرياضي، هو شخص برك على كل حال مرحبا مرحبين به، بكونه لي بليسور وانا جايين وللعب، خاطر نقطتين هاتو انا هاهم السؤالات، وانا باش نوفر عليكم باش ما تسالوش. يا سيدي خليني نقول لك، غدوه انا نستدعاكم وانتم بيتين في تونس نستدعاكم غدوه السبعه نتاع العشيه، يجيو للتدريب غدوه. يجي رازي عايش خويا للتدريب، وتو تشوف الناس الكل تدرب افار ايمن التيفي وصابر خليفه تو نوليوش ماني في تتيح قدر غدوه. يجيو هذا باش الموضوع ونحيه باش نوفر عليكم. اللاعب السؤال اللي جاي بعده كونه الترجي الرياضي ما يلعبش بالكدا، وهذا اللي دارج من بعد هذا اللي دارج. نقول لك قبل ما تبدا انت، سمعت بكري بعد المباراه نتاع اليوم نتاع البارح، سي عزيز زهير صرح للقناه التلفزيونيه قناه 21 شاهدته، قال انه اللي ينقصنا مشكلتنا في الترجي الرياضي التونسي اللعب والاداء. هذا رئيس الجمعيه قال هكذا.